هذا الموضوع كتسني بك يا صالح حاجب، كتسني بك يا صالح حاجب. انا اللي مالي ما بين ليل ونهار، انا كنت في البيت انا وليداتي واليوم انا غنبات في الصحة. ما عرفتش هادشي اللي كيطرا، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، هذا مكتوب الله كيتصرف علينا كاملين. بقى كيدقوا في الباب شكون، لقيت البوليس، ما عندي ما غندير. قلت ليه شنو كاين؟ هذا اللي كنخمم فيه والله ما كنخمم في راسي، ولا راجلي كيخمم في راسو. حنا كنخمو دابا دوك الوليدات، دابا راه كان كيقادني دابا في هذا الشيء على قبل البرد على حساب البنيه. اما الوليدات قالت لي واحد المراه كيقرا ولادي مع ولادها، قالت لي رايبات معايا اليوم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند سناء. سناء عندها 28 سنة، عندها 3 الوليدات، ظروف المعيشة صعيبة. في لحظة من اللحظات كيصدر فيها حكم ديال الإفراغ لأنه كارية، كتلقى المآل ديالها الشارع. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، هادو هما اللوازم ديالها وهي في الشارع. غادي نشوفوا مع حيتية الموضوع. السلام عليكم. اختي ربطتي بيا الاتصال، قلتي لي جي لعندي. أنا جيت لعندك ما فهمتش حوايجك في الزنقة، ثلاثة الوليدات هما ورايا صغيورين، مالك؟ أنا اللي مالي، أنا بعدا كنبغي نجبد هذا الموضوع، كتسني لبك يا صالح حسن. أنا اللي مالي ما بين ليل ونهار، بعدا كتناسى في البيت أنا ووليداتي، واليوم أنا غنبات في الزنقة. ما عرفتش هادشي اللي كيطرا، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، هذا مكتوب الله كيتصرف علينا كاملين. خطر اليوم عندي واليوم عند واحد آخر، ما عنديش زعما ماشي مشكل. نشوف ربي شنو مقسم لي انا وهاد الوليدات. عندي جوج الوليدات وبنيه عندها عام، وكنطلب من الناس زعما يتعاونوا معايا، ما بغيت حتى شي حاجه. حي لي بعدا نفهم انا كيفاش حوايجك في الزنقه. قلتي لي صدر حكم والافراغ وجو الامن، نفذوا الحكم. انا ديت الوليدات للمدرسه مع جوج ونص، جيت مع جوج ونص دخلت للدار انا وبنتي الصغيره، جلسنا هكا كنتغداو حيت كنسبق الوليدات هما الاولين على المدرسه. جلسنا كنتغداو انا والبنيه الصغيره، حتى جاو دخلوا عليا هكا كيدقوا في الباب شكون، لقيت البوليس. ما عندي ما غندير، قلت ليه شنو كاين؟ قال لي خصنا ندخلوا، عندنا امر باش تخرجوا حوايجك ولا نسدوا لك عليهم. بداو كيصوروا في داك الشيء، صافي ما لقيتش ما ندير. انايا بديت كنخرج في حويجاتي حيت ما عندي ما غندير هذاك المخزن، وجيب مع الحكم، جيب مع الورقه كيوريني هذاك الشيء. شوفي خرجتي بحكم؟ خرجت بحكم جايبين معاه ورقه. شتي كتخلصي انت في الكراو؟ 10 الا فريه. كنت كاريه غير بيت، ما كنتش كاريه الدار كامله ولا جو بيوتا ولا كوزينه، لا غير بيت واحد هو اللي كنت كاريه ب 10000. كناس فيه انا وراجلي وجوج الوليدات وبنتي. هاد الحوايج كاملين وهادشي كله شكون اللي كيدير تخرجتي؟ خرجته من راسي، ما كانش اصلا راجلي. راجلي ما كاينش، كل مره فين كيمشي كيقلب على راسو. وكنت انا راسي جالسه في الدار انا والبنيه الصغيره، ملي دخلوا عليا صراحه ما عرفتش ما ندير. دخلت ما عرفت نقول لهم ما نخرجش، ما عرفت نبقى لداخل ويسدوا عليا، ما عرفت ما ندير. جا راجلي. احترمتي القانون لان حكم المحكمه؟ انا احترمت القانون، حط القانون فوق اي حاجه. انا غنناقش معاك، انا ما كنناقش معاك الاحكام لان هذاك حكم، بعد ما نناقشوا في هذاك القانون انا غنشوف معاك امور اخرى. فين غتباتي دابا؟ في هذا الشارع وثلاثه د الوليدات؟ انا اللي كنخمم فيه والله ما كنخمم في راسي، ولا راجلي كيخمم في راسو. حنا كنخمو دابا دوك الوليدات، دابا راه كان كيقادني دابا في هذا الشيء على قبل البرد على حساب البنيه. اما الوليدات قالت لي واحد المراه كيقرا ولادي مع ولادها، قالت لي رايباتو معايا اليوم، واليوم يشدو بهذا وغدا الاخر وغدا الاخر. كيفاش هاد الحياه غتكون عند الدراري مساكن؟ المشكل اللي عندك هو الكرا، فين تسكن؟ انا المشكل عندي ماشي حتى في راسي، انا المشكل عندي هو ولادي، هما ولادي. دابا الام تتكلم عن الابناء، هذه ما فيهاش النقاش. مزيان، انا كنسولك جاوبني على السؤال. المشكل دابا الحالي اللي كاين، وراجلك ما خدامش وما عندكش، صدر فيك حكم ديال الافراغ، هو خاصك انت فين تسكني؟ صحيح. بصح انا هو اللي ناقصني شي حتى المعيشه، كنتقاتلوا فيها، كنوكلوا ولادنا باش ما طلع. الحمد لله كناكلوا، مره يشيط عليك اي واحد، مره كيشيط عليك ومره ما عندك ومره على قد الحال كل مره واشنو. ولكن المعيشه زعما المسكين هو اللي زعما الله يحن عليا ويحن على الجميع. هادشي اللي غنقول. الله يشوف من حالك.
انا صراحه عييت بزاف والله تعذبت وكنقول الحمد لله ما عندي ما ندير. انا ما كنبكي على شي واحد، كنبكي على الله وكنطلب الله يدير لي شي مخرج ديال الخير ولا دوك الوليدات صافي. المغاربه فيهم الخير، تبعوا معايا. صراحه ديما كيضامنوا معايا المغاربه. انا ما بغيت حتى شي حاجه ديال الفلوس، انا بغيت هذاك الوليدات فين اللي دازتو صافي، ما بغيت والو. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه واضحه، 28 سنه عندها ثلاثه الوليدات، الزوج عاطل على العمل، صدر فيها حكم، القانون كيبقى قانون، لا مجال للمناقشه في الموضوع، ولكن الشق الانساني من اولوياتنا بطبيعه الحال. كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه، كل من ساهم او ساعد هذه الاخت اجر محسوم عند الله. هي حاليا عرضه للشارع، هي والحوايج ديالها وثلاثه ديال الوليدات. الى متى غادي نوضع رقم الهاتف ديالها؟ والله عز وجل هو اللي كيخلص اي انسان ساهم من اجل هذه الاخت. هي ارتبطت بيا الاتصال، قالت لي انا غادي نبات في الزنقه انا وثلاثه الوليدات، انا اللي عليا دوري هو نوصل الصوت ديالها. غادي نوضع رقم التليفون ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، نطلب الله عز وجل اننا نضامنوا معاه وفق المستطاع، وسوف اوافيكم فيما بعد اذا كان اي مستجد جديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق